حكيم لرب حكيم خوانا سلطة وذب بالميل بيعوها حلوا لحدود يتشوفوا النصر قريب حاربوا اليهود امريكا وتلاميذ يا فلسطين قولوا لهم يرجل الأموي بيعوا للماس ضيعتوا الدين وينو عمر صلاح الدين حكم لرب حكم خوانا سلطة وذهب بالميل بيعوها. موقف الدول العربية ما نحكوش على الموقف الدولي، رؤساء العرب أو حكام العرب شنو اليوم وينهم اليوم؟ معلش ما ظهروش في الصورة، علاش ما دافعوش على القضية الفلسطينية؟ يا هبوكم خسرنا يدينا عليهم، هزينا يدينا، ما عادش لنا رب سبحانه وربي يرحمهم الفلسطينيين ويجيب لنا رجال كما المؤسس عثمان وكما اسمه عبد الحميد الفاني، هبوما هم اللي باش ينقذوا فلسطين وينقذوا الأمة العربية، بقيت هالرؤساء وهالسياسيين وكل شيء أسف. باش ناخذ كمثال لأحد الدول العربية ورئيس دولة عربية اللي هو عبد الفتاح السيسي اللي هو معناها تقريبا الجيش المصري هو أقوى جيش عربي وعنده خبرة في الحروب وعلى الحدود المصرية وعلى الحدود الإسرائيلية الفلسطينية. أين موقف مصر من هذا؟ أين موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ هل أنه عبد الفتاح السيسي اليوم تضح بالمكشوف أنه عميل رسمي للكيان الصهيوني؟ يا ولدي هبوما كلهم معروفين عملاء جهر في النهار، ربي يكشفهم وكشفتهم الظروف والأسباب، ما عادش عندنا أمل فيهم. أنا عبد الفتاح السيسي كان جات مصر معاونتهم حتى بالأنفاق حتى بفتح الحدود ومعبر رفح. يا ولدي، اقسم بالله اكثر من اليهود هبوما. انا حكيم لحكيم لحد شيء، ربي ان شاء الله ينصرهم فلسطين وربي يعاونهم وربي يقف معاهم وربي ان شاء الله يعطيهم مسكون يرحمهم. انا هما يا ولدي تيهم تضامنوا مع اسرائيل، تيهم حبيبها اسرائيل، جار في النهار ما عادش مخبيين. كيفاش احنا توا مازال عندنا امل في عبد الفتاح السيسي تكونوا هيبه؟ ليه يا ولدي؟ أردوغان يمكن هكا يتكلم بالصدق، هذاك هو الرجل الباهي، بقيتها ما ريت حتى رئيس. أنا مسكين بحرقتي، احنا الشعب ناكلوا في رويحنا واحنا اللي مربنا عليهم ومرقهم معناتها ونبكي. ورئيسنا اللي قال لا للتطبيع ولا 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 وينه؟ والله رئيسنا حر في أعماله، وإن هي لا رينا لا تضامن لحد شيء، خيمة وقال على إسرائيل ما فهمت حد شيء. أنا مانيش فاهمة هالرئيس هابش بيه، ما ريناش حتى كلمة متاع حرقة هكا والواحد كليب. ليه كلهم تكشفوا مساكن وربي بقي الستر على هالأمة، ربي يرحمنا وربي يغفرنا وربي يلطف بينا. وكهو تكشفت هالأمة وتكشفوا الرؤساء وكهو هذا عهد كشفين الستر. وكهو والله ما عاد عندنا حتى امل في حد شيء، كان ربي سبحانه يلا يرحمهم وربي ان شاء الله يقويهم ويبعث لهم جند من عندهم يحارب معاهم ويقف معاهم وان شاء الله ربي ينصرهم. واش نقول لك، وابسط الاشياء ان معناتها واحد يتكلم هكا يدافع يقول كلمه حق على الاقل، على الاقل مش كما قال لك الراجل كل واحد يشد روحه. انا شد روحه، شهداء البارح بالليل كريم المراه تبوس في ولدها وتزغرت، شيء يفرح مدى بالشعوب هكاكة وبالإخلاص هذاك وبالإيمان هذاك، تأكد اللي ربي سبحانه تو ينصرهم. مواقف الدول العربية وخاصة المواقف السياسية من حكام العرب كيفاش تقيمها تجاه ما يحدث الآن في فلسطين؟ كل ما هم وكل ما تصير حاجة كي يخرج يقول واي سايبوا علينا من الضرب، أرجعوا صحاء أرجعوا كي يعيشوا مع بعضكم وكل شيء، يسكتوا يبهتوا شوي ترجع الأمور يعودوا يتعاركوا ويخرجوا أي بليه يا أخا يكلموا هون كلموا ذيك هون كلموا ذيك هون فما شيء كيك ديما كيك. ما من يبدأوا يحاربوا وحدة من يبشي يكملوا بشي يكملوا وحدة، ما يش تدخل معهم حتى دولة كهو. ما حتى إسرائيل هي كان جد دولة كما قالوا، كان جد دولة ما توصلش فلسطين تضرب لها 1500 صاروخ في 3 أيام.
عاملين قبة حد واحدة حديدية حاجز حديدي فما شيء كان شيء حاجز حديدي صحيح ما يدخلهاش السويرخ. بين بالمكشوف ضعف الدفاعات الإسرائيلية. ضعف الدفاعات الإسرائيلية بالمكشوف كل شيء. كان جاوا ينجموا يوصلوا بشذبوا كتيبة القسام وكتيبة أخرى في فلسطين لو وصلوا ضربوها أما هما. لو فصائل المقاومة الفلسطينية اليوم يقع تسليح بأسلحة متطورة قديش يستغرق الوقت لتحرير فلسطين من إسرائيل؟ هما عندهم سيدي جاء عندهم أسلحة متطورة أو لا الأسلحة ما زالت ما هي شكل الأسلحة القوية القوية كما نشوفوا فيها أحد. كان جيت ماهيش أسلحة قوية ما تصير شكيكة في إسرائيل. هي إسرائيل أي حاجة تصير في العالم أي حاجة جديدة يخترعها العالم تجعلها في إسرائيل. أي حاجة سلاح جوي سلاح دفاعي أرضي جوي بحري أي حاجة تصير جديدة تجربها في إسرائيل. كان جيت صحيحة وكلش ما يصيرش هذا كل ما يضربوهمش هكا ولا أصلا ريتهم تو روسيا وإيران وتركيا قاعدين يعطوا فيها في حاجة أسلحة يعطوا فيها في حاجة عندها كاسحة. المهم هما ريت شنيا إسرائيل عمرها ما باش تكون دولة وعمرها ما باش تولي دولة. كلنا ما نعترفوش بها اكيد انا اليوم مانيش فرحان ياسر لخاطر فهمتني لم تهب تونس الكل عن بكرتي بها ماذا بينا فهمتني نطالبوا فهمتني من الدوله انها تامن لنا فهمتني ثنيه باش نوصلوا لفلسطين. انا واحد من الناس اذا كان فهمتني معناها يسمحوا لنا نمشي هما يعملوا في استيطان غاديكا نحن بعد الفتح حتى نبقاو غادي نحن يلزمنا نحروا فهمتني كل ذرة نتاع تراب ذاك هو شنيا نحب نقول نحن مستعدين باش نبذلوا فهمتني الدماء نتاعنا رخيصة في سبيل هذا الوطن. الوطن نتاعنا هو فهمتني من هنا ومن أينما نكون فهمتني من المغرب الى اقصى الشرق فهمتني نحن رانا فهمتني دوله واحده دوله فهمتني ان لا اله الا الله. نحن اي واحد يعتدي علينا ولا يعتدي على مقدساتنا رانا فهمتني نضربوه بالدم. هما ضربونا بالدم ديجا هما بيناتهم ثار كبير راهو فهمتني من قبل 48. تعرف شنية الكلمة الوحيدة اللي نحب نقولها أنا اللي هما الفلوس اللي صرفوهم هذوكم المستوطنين وبش يبنيوا العمارات وبش يشيدوا وبش مش عارف شنية هما ما شيدوا كان لهذم هذم أبناء الأمة الإسلامية رام ما شيدوا لهم كان لهم هما وراو الأموال اللي صرفوهم هذوكم كل راهم فهمتني بش يرجعوا عليهم حسرة وبش يكونوا لنا نحن فهمتني بقدرة ربي حاجة تعاوننا فهمتني على النصر على خاطر النصر نتاعنا راو ماهوش حدود وحدود القدس نحن رانا شعب واحد.